رد فعل مبالغ فيه. البحوث الإسلامية يؤيد الطلاق الشفوي ويعد قانونا عفوا لمعاقبة الممتنع عن التوثيق. بص أقول لك حاجة، الناس فاهمة الموضوع ده بشكل غريب جدا، كأنها مباراة. أصل هو الرئيس السيسي قال، فمشيخ الأزهر ما سمعش كلام، فعن موضوع أرقى وأكبر من كده. هو النهاردة إحنا عايزين إيه؟ الغرض إيه؟ تحجيم الطلاق. هو الرئيس شاف ان الطلاق عايز يصعبه على الناس وتروح توثقه عشان ما يبقاش فيه استسهال. شيخ الازهر شاف ان انا لو انا يعني لغيت حجيه الطلاق الشفوي، يعني انا قلت لمرتي انت طالق، تقول لي لا روح العب بعيد انا ما مش معترف بيه، دي ممكن تعمل مشاكل تانية. النهارده واحد يرمي يمين بقى حاجه ملوش قيمه، وان ده يعني جرى العرف او اعتادنا على ان الطلاق هو انت طالق. فخلينا نوصل في النهايه لحل وسط، ان هم هيعملوا قانون لمعاقبة الممتنع عن التوثيق. يعني انا طلعت النهارده، انا شايفه ان الازهر عمل حاجه لطيفه رغم ان هو بينتقد جامد جدا اليومين دول. الازهر مسك العصايه من النص اذا صح التعبير، قام بدوره كمؤسسه دينيه وقال الراي اللي هو خارج من قناعاته الدينيه وثوابته الراسخه اللي هو شايفها انها مظبوطه، نتناقش بقى في ده او ما نتناقش، لكن هو قام بدوره ولم ينافق الرئيس، ودي برضو حاجه تحترم. وكمان راح خطوه قدام قال لا ما فيش حاجه اسمها طلاق شفوي، هو يقع لكن لازم يوثق. فكاننا قربنا المسافات. انا بقول لك يعني انا شايف انها منطقه وسط، وتوثيق الطلاق الشفوي. والناس تقول لك لا طب ما هو زمان ما كانش في ورق للجواز، يبقى لازم النهارده طالما في ورق للجواز يبقى في ورقه تثبت الطلاق. خلينا يعني ايه ناخد راي الشرع وناخد الموضوع ببساطه، المهم نلاقي حل. المهم ما نتطلقش. واحد بقى مفتح من الاخوان، خدت الراجل ده انا عايزاه خديه. لا ابدا اتفضلي والله ما راجع. لا اصل الراجل ده اختراع يعني راجل تلاقي مثلا اسمه حاجه يعني فلان 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 اسمه مثلا